جسمك ماشي مع انه المنظر جميل مطل بيعطي عبيروت هالغرقت سبع مرات ومع هيدا وكله قرفان جبل زبالي عم يخضر ودخون معرم يعان شو بدك في بلد اغر ويا لبنان دخل ترابك عالارض تاني ما الك ما اكيد لانه بهيك تفزيع صعب تلاقي مثله وما الك صاير معك شي مرة توعى مكسر مش طايق اوعى حدا يتعاطى معك عبكرة الظهر وعشية وشو مسوية عالتلفزيون ليلية قوم ظهار عملك شغلة ما بيسوى تتكسلن هيك هيدي الماما بتشجعني بس انا من جوا هيك بركض بغرب بوعى برجع بس كله براسي من جوا مشكل راكب وهو هيك بروح هيك بروح هيك بلعب هيك بلعب هيك بعيش هيك بعيش هيك بلعب هيك بلعب هيك بروح هيك بروح هيك بلعب هيك بلعب هيك بعيش هيك بعيش هيك بلعب هيك بلعب هيك قصت لي الفاتورة على 20 سنة طيب يا خيي سلمنا جدلا انه نغير جو وجع ودوخة وراس تقيل كمان خالو شو اخبارك؟ منيح شو اخبارك انت؟ ايه كتير جاي اخبرك اسمعوا الخبرية واضحك امبارح بالليل زهقت الساعة 3 الصبح ما كنت نازل تعرف شو عملت؟ رحت على طرابلس سباحة خالو من بيروت على طرابلس رحت سباحة ما خفت لحالك بالليل؟ لا ما كنت
في ايدين بالبحر. سلي حالي. مرة خالو عصلي دبور عريب. ايه وشو عملت؟ ما قتلته؟ لا ما قتلته. رحت على الوكر الكبير شديت عليه رفعت دعوة على الدولة الدبورية. خالو بدي عزبك تعطيني الاسبادري تحت البوتس هونيك. يا ويلي بلا ريحة. خالو شو يعني كسوف؟ كسوف؟ ايه كسوف شو يعني؟ ما بعرف كسوف خالو يعني شو؟ كيف بدي افسر لك اياها هيدي؟ كسوف خالو يعني وقت تكون طالعة الشمس ويجي قدامها القمر بالنهار هيدي وبيقطع لها النور تبعها بيغطي عليها، هذا اسمه كسوف. آه عرفتها. يعني اللي بيمرق القمر بين الأرض والشمس والصوت تبع خياله بيمرق على فوق عرض الدساس 15 كيلومتر من سطح الأرض، وأكثر مرة بتضيق الإكليبس 6 مليون ترانتيوس الغاد على الإكواتور، وقليل قليل إنه الإكليبس تكون كاملة على مساحة أكثر من 1 مليار كيلومتر خلايا من مساحة الأرض. هدي هي خالو. هدي هي خالو. خلاص سيب اترك خالك شوي يرتاح وفوت انت كفي سندويشتك جوا. يلا حبيبي يلا بدي احكي انا وخالك انتين. الحكي مش مثل الشوفي اصلا. يا بيبو يا حبيبي فوت كفي سندويشتك جوا يلا. مخالف لي يا بابا بتعلمه كيف عم تعمليني. انا اللي بدي اقول له قديه عم تعذبني وعم تقهرني. يلا فوت لجوا حبيبتي. فوت لجوا. فكر حالي كثير عارفه ما حلو على هذه فكر حاله كمان. حبيبي فوت لجوا يلا. شو خي عادي شو بدك؟ شو؟ اخت ابنك ليه بيجيب هالحكيات؟ اكبرني اكبرني اكبر من عمري زلعان عنه. في موضوع بدي احكيك فيه كثير. شو قول؟ شو في عادي؟ ما بدي احكي قدام ابنك. بدك شو في قول؟ اختي بدي اتجوز. بدك تتجوز عادي؟ ايه ايه. كيف بدك تتجوز عادي؟ كيف بدي اتجوز اختي؟ مثل كل العالم بعمل عرس وما عرس. اوكي يا حبيبي بس انت قادر تتجوز يا عادي؟ ولو اختي شو عم تشكي فيي؟ معلومة قادر اتجوز. طيب مين بدك تتجوز؟ رولا. رولا؟ ايه رولا. يا حبيبي عمي انا بنبسط لك كثير قد الدنيا بس الوضع الوضع يعني ميؤوس منه. يعني انت اصلا فيك تلحق عقد ويد ستك؟ اختي بشرفك نسي لك ويد ستي اعملي معروف. ما مفكر فيها انا. مبكلها من كل الميلات وحسب الحساب. بعدين اختي ما عم بشتغل شغلتين انا، الوظيفة الرسمية على بكره 8 ساعات، وظيفة البنك بعد الظهر كثير منيح. هلا انا فكرت ما زال انت عندك مكتب توظيفات، قلت انا بدبري لي شغلة بارت تايم لعشية، فهي بصير اشتغل ثلاث شغلات وبيمشي الحال. حلو كثير، ثلاث شغلات، شغلتين بالنهار وشغلة بالليل، ايمتى بتنام؟ يا اختي شو بكي ما عم بقول لك الوظيفة الرسمية على بكره. شو فكرك كنت عم بعمل يعني؟ يا الله. بعدين رولا عندي وظيفة كثير محترمة، كثير محترمة. بتجنن، بتطلع كثير منيح، قال هي بتساعدني. حلو، قد ايه يعني بتقبض هي؟ بتقبض كثير منيح، بتقبض لها بحدود شي 300-350 ألف. 300-350 ألف؟ ايه، على كل حال رح تلفن لها اسألك اياها، رح مفكر انه عم بحكي. رح اقوم اتأكد لك هلا تلفن لك. أنا بفكر إنه عم تزيد خبريات من عندي أو شيء. ألو 43. أوكي شو 43؟ 43. أوكي شو 43؟ يعني قد إيه صرتي تقبض آخر الشهر؟ طيب شو خص 43؟ آه ما مفسر لك قصة الأرقام بيني وبين رولا؟ ما خبرتني شيء. واقفة بفسر لك إياها. 43 كيف قبل كان في مورس بتتذكري؟ مثل الشيفرة يعني. شيفرة. اوكي. هلا انا ورولا متفقين على شيفرة، بتعرف هلا غلا سلولار وفواتير وما بعرف شو، مثلا بدل ما اقعد متحديث مع الا انا، الو رولا قديه صرت تقبضي اخر الشهر ما بعرف شو.